السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج بلديات، والذي نستعرض فيه آخر أخبار البلديات والمشاكل والعراقيل التي تعتريها. جولة أسبوعية تتجدد اليوم، نبدأها بأهم ما ورد إلينا هذا الأسبوع من أخبار تخص الوزارات والهيئات التابعة للدولة وذات العلاقة بمختلف بلديات ليبيا. ونبدأها بالملف الصحي، حيث أقيم بمدينة غريان يوم الخميس الماضي احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لمرض الإيدز. الاحتفالية تخللها عدد من النشاطات والمحاضرات للتوعية بالمرض. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير التالي. وهو إحياء اليوم العالمي للإيدز، نلتقي اليوم في مدينة غريان وتحديدا بقاعة الشهداء. في عاصمة الجبل بمدينة غريان أقيمت احتفالية اليوم العالمي لنقص المناعة المكتسبة الإيدز تحت شعار بنشر الوعي نتحدى الإيدز. الاحتفالية التي احتضنتها المدينة كانت برعاية نقابة المهن الطبية المساعدة بغريان وعدد من المنظمات الطبية المهتمة. طبعا الاحتفالية يرعاها نقابة المهن الطبية المساعدة غريان وبعض الجهات الراعية في غريان. طبعا حنقدم محاضرات توعوية تفيد المتعايشين وتفيد المجتمع من ناحية طرق الانتقال والتعريف بالمرض وتاريخ المرض وطرق الانتقال وكيفية التشخيص للمرض، وأيضا نشر الوعي في المؤسسات الصحية والمؤسسات التعليمية بهذا المرض. وإحنا حنقدم إن شاء الله محاضرات حتفيد الحاضرين وتفيد المجتمع ونفيده أخر ما توصل إليه العلم من ناحية التشخيص ومن ناحية العلاج بعون الله إن شاء الله في هذا اليوم. وتضمن الحفل ورشة عمل حول المرض، كما تخللته محاضرات توعوية للتعريف بالمرض وتاريخه وطرق الوقاية منه، وأيضا نشر الوعي في المؤسسات الصحية والتعليمية. ووفق القائمين على الاحتفالية بيّنوا أن هذه المحاضرات الهدف منها إفادة المتعايشين مع المرض وكافة المجتمع. طبعا احنا اليوم في صدد احتفالية اليوم العالمي للإيدز، نقابة غريان المهن الطبية المساعدة للسنة الثالثة على التوالي نحيي في هذه الذكرى. من خلال هذه الذكرى نتطرق لمحاضرات توعوية للتعريف بمرض الإيدز، طرق النقل وكيفية تفادي طرق العدوى. جاءت الفكرة من خلال المتعايشين، في عندنا بعض المتعايشين داخل البلدية هم اللي حقيقة خلونا نندمج في هذه الفكرة، ومن خلالها ننطلق للسنة الثالثة على التوالي في إحياء هذه الذكرى. الاحتفالية حضرها عدد من المهتمين بالمجال الطبي ومكافحة الفيروس والمسؤولين بنقابة المهن الطبية بغريان، وتركزت على أهمية الفحص المبكر للكشف عن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري، بالإضافة إلى إدماج المتعايشين مع المرض في المجتمع والحصول على حق الرعاية الصحية لنيل حقوقهم إسوة بغيرهم من المواطنين في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والعمل والزواج وغيرها من الحقوق. وفي ذكرى اليوم العالمي لمرض الإيدز، يأمل حاملو الفيروس لهذا المرض إيجاد فرص الحصول على خدمات العلاج والوقاية الجيدة وزيادة الاهتمام من المسؤولين بالدولة ووزارة الصحة. يواجه الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقات الذهنية وذووهم صعوبات من ناحية تكاليف التأهيل في تلك المراكز وعدم توفر الكتب والمناهج المناسبة. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. تسجل المجتمعات العربية مؤخراً نسباً مرتفعة من الإصابات بالإعاقات الذهنية والعصبية المختلفة، والتي تتمثل في صعوبة التعلم والتواصل وبعض الاضطرابات السلوكية. هذه النسبة المرتفعة في المقابل لا تجابهها جهود رسمية في إنشاء مراكز تعليمية لذوي الاحتياجات الخاصة، ولا مخططات لزيادة عددها وتطويرها. مركز طرابلس لذوي الاحتياجات الخاصة أحد المراكز غير الحكومية القليلة التي تحتضن هذه الفئة وتعمل على تقويم السلوك وتطوير مهارات التعلم لديها، حيث ينقسم المركز إلى قسم خاص بالاضطرابات النمائية وقسم خاص بحالات القصور الذهني والقسم التعليمي الذي يتدرج به الأطفال في المراحل التعليمية المختلفة. لكن العقبات والصعوبات التي تواجه الأطفال ذوي الإعاقات الذهنية كثيرة، منها نقص الكتب وعدم توفر منهج علمي خاص يناسب قدراتهم، فالمركز يعتمد في صفوفه المناهج العادية التي يدرسها أطفال المدارس العامة،
بالإضافة إلى النقص في الكوادر المؤهلة حتى من خريجي الفئات الخاصة وعلم النفس، كما أن التكلفة المادية المرتفعة لهذه العملية تحول دون وصول الأطفال المصابين بالإعاقة الذهنية إلى المراكز المتخصصة لتلقي العلاج والتأهيل. المشكلة الكبيرة جداً واللي ننادي بها وحنا نواجه فيها كمركز الأطفال اللي يلفوا في كذا مكان، أو إن هو التدخل متاعهم صار متأخر، فبيجيك طبعاً عيل سلوكيات غير ناطق غير معتمد على نفسه. طبعاً كل ما يكون تدخل مبكر تحصد نتيجة أفضل، فهني ولي الأمر بيجيك على عجالة إنه هو يبي نتائج، وهذا من حقه طبعا، ولكن للأرض الواقع التدريب كل ما يكون تدخل مبكر كل ما يكون أفضل. ننتقل مشاهدينا الكرام لملف التعليم، حيث يعاني المعهد العالي للعلوم والتقنية بسوق الخميس مسيحل عددا من المشاكل والعراقيل، حيث زاد عدد الطلبة فيه عن القدرة الاستيعابية للمعهد، إضافة إلى توقف مشاريع التوسعة فيه. مراسل التناصح زار المعهد وأعد لنا هذا التقرير. يعاني المعهد العالي للعلوم والتقنية بسوق الخميس مساحل من مشكلة الازدحام الكبير في القاعات الدراسية بسبب الإقبال على التسجيل والدراسة بهذا المعهد، كما أن توقف مشروع إنشاء قاعات جديدة للمعهد كان له الأثر الواضح في عرقلة العملية التعليمية به، حيث أجبرت إدارة المعهد على قفل باب القبول أمام عدد من الراغبين في الدراسة. وفي هذا الخصوص تتوجه إدارة المعهد للجهات المعنية بالتدخل لتفعيل مشروع بناء قاعات دراسية ومعامل متكاملة التي توقف العمل عليها منذ قرابة 20 عاما. طبعا احنا في المعهد نواجه بعض المشاكل ابتداء من القاعات الدراسية والمعامل. عندنا طلبة في بعض الأقسام، طبعا المعهد فيه حوالي 8 أقسام علمية، الأقسام هذه في منها تخصصات تحتاج إلى معامل، وهذه المعامل في حاجة إلى تجهيزها حتى المعهد يقدم الرسالة على الوجه المطلوب. طبعا احنا في بداية كل فصل دراسي تواجهنا صعوبات، قلة الإمكانيات، قاعات دراسية قليلة، عدد الطلبة الدارسين في المعهد والذي يتوافدون علينا كل فصل دراسي تتزايد، باعتبار أن المعهد جاي في منطقة يخدم حوالي 3 مناطق في النواحي الأربعة، وهي منطقة السبعة وسيد السايح وسوق الخميس، بالإضافة إلى الطلبة من قصر أبو بشير والمناطق المجاورة في سوق الأحد وترونة. طبعا الإمكانيات منذ افتتاح المعهد اللي هو حوالي تولي 20 سنة وأكثر، يعني لا توجد أي إضافات، عبارة عن مبنى دراسي ممكن فيه حوالي 20 قاعة بين مكاتب إدارية وقاعات دراسية، بالإضافة إلى مبنى إداري توجد به جميع المكاتب الإدارية بما فيها مكتب مدير المعهد ومكاتب مدراء المكاتب ورؤساء الأقسام، حتى قسم المخازن والصيانة اللي هي موجودة في المعهد. طبعا عندنا مبنى هنا غير مكتمل منذ حوالي من 1999 تقريبا، من اللي دخلنا المعهد هو كما هو عليه، لا توجد به أي إضافات ولا توجد به أي خدمات. موقع المعهد الذي يعد الوحيد من نوعه بالمنطقة وكذلك تعدد التخصصات به يجعله وجهة للعديد من الطلاب، ولكن حالة المبنى وافتقاره للمعامل والقاعات الدراسية المناسبة أجبرت الإدارة على اتخاذ إجراءات لتقليص عدد المسجلين الراغبين في استكمال دراستهم بهذا المعهد، إلى أن تتدخل الجهات المعنية لتباشر أعمال إنشاء المبنى الجديد ليتسنى لإدارة المعهد العمل وفق ظروف تعليمية ملائمة. المعهد أنشئ في سنة 1999، المعهد لحد الآن خرج مجموعة من الكوادر الفنية الداخل المعهد، حوالي أصبح تقريبا عددهم 3000 طالب وطالبة خريجين. المعهد حاليا يسع
1200 و 1300 طالب وطالبة. المعهد يقع في منطقة جغرافية تقع ما بين ثلاثة أو أربع بلديات، اللي هي بلدية سوق خميس مساحل والسايح وبلدية سباعة وبلدية قصب بغشير. المعهد الموقع الجغرافي متسبب في ازدحام عدد كبير من الطلبة. المعهد يحتاج إلى العديد والعديد من الصيانات للمباني اللي متوقفة لحتى نتمكن من استوعاب هذه الأعداد الكبيرة من خريجي التنميات داخل البلديات. معامل اللي هي رغم أنها تعرضت في سنة 2019-2020 للسلب والنهب، لكن بعض المعامل تشتغل بقدرات فنية، وهذه تعود إلى الفنيين داخل الأقسام، من ضمنها اللي هي معامل اتصالات، معامل إلكترونية، معامل أو ورشة تكييف التبريد، مختبرات. هذه كلها نحاول نشغل فيها بأقل داخل المنطقة هنايا، نستعين ببعض الجهات للحصول بعض العينات وبعض الحاجات مثلا في المختبرات الطبية. الحقيقة نحتاج المعهد يحتاج إلى معامل وورش لرجوع بقوته إلى حتى يتحصل الطالب على قدرة استيعابية ممتازة. المعهد القاعات اللي موجودة فيه مقاعات محدودة. أقيم بكلية الهندسة بجامعة طرابلس المؤتمر الوطني التاسع لمواد البناء والهندسة الإنشائية، وذلك بحضور عدد من المهندسين والمختصين والشركات العامة والخاصة. احتضنت جامعة طرابلس فعاليات المؤتمر الوطني التاسع لمواد البناء والهندسة الإنشائية. المؤتمر يعنى بمواد البناء وتقنيات في بناء الطرق والمباني والجسور، وذلك بدعم من شركة الحديد والصلب والمنطقة الحرة بمصراتة وشركة المنصورة القابضة. المؤتمر استقبل حوالي 60 ورقة بحثية عرضت على أكاديميين ومختصين أجازوا منها ما تتوفر فيه المعايير البحثية، ثم نوقشت الورقات المجازة في المؤتمر، وعرض أصحابها أفكارهم على أصحاب رؤوس الأموال والشركات لتبني هذه الأفكار. كما تضمن المؤتمر إقامة معرض تنوعت أقسامه بين قسم تقنية الخرسانات وقسم التحليل الإنشائي وقسم هندسة الرصف والطرق، حيث عرضت في أجنحته نماذج للعمارة الخضراء الموفرة للطاقة ذات المواصفات العالمية. جهات عدة عامة وخاصة حضرت المؤتمر، منها مصلحة الطرق والجسور وجهاز تنفيذ المشروعات والمواصلات وجهاز تطوير المراكز الإدارية وشركة الإنماء الاقتصادي وشركة البنيان وغيرها. أمس واليوم محتضنين المؤتمر الوطني التاسع لمواد البناء والهندسة الإنشائية. هذا المؤتمر دورته التاسعة ابتدى من المؤتمر الأول رقم واحد ثم الثاني إلى أن وصلنا للمؤتمر التاسع. كل فترة سنتين تحتضنه إحدى الجامعات الليبية، وهذه الدورة في جامعة طرابلس. المؤتمر هذا الفحوى بتاعه بصفة عامة والمحاور هو المواد البناء، تقنيات مواد البناء الحديثة والهندسة الإنشائية، كل تقنيات مواد البناء سواء كانت طرق، سواء كانت جسور، سواء كانت مباني أو غير ذلك. في قسم الهندسة المدنية كلية الهندسة عادة تقيم مثل هذه المؤتمرات اللي الغرض منها المساهمة في تنمية المجتمع من خلال الأبحاث اللي تقدمها من السبعينيات والثمانينيات، وهي متعارف عليه أن قسم الهندسة المدنية تحديدا يقوم بمثل هذه المؤتمرات. ننتقل مشاهدينا لأهم أخبار الوزارات والمؤسسات التابعة للدولة، حيث أعلن رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة عن حزمة من القرارات بخصوص مختاري المحلات بالبلديات خلال كلمته بالملتقى الوطني الأول لمختاري ليبيا. دبيبة خلال لقاء أعلن أن 5 ديسمبر هو يوم وطني لمختاري المحلات، إضافة لصرف مستحقاتهم المالية وانتظام صرف المزايا الخاصة بهم.
كما أعلن رئيس الحكومة عن إنشاء وحدات إدارية بالهيكل التنظيمي لوزارة الحكم المحلي. أعطينا التعليمات ولله الحمد إن إحنا يكون عندكم كوتا حتى في الحج، حتى في الحج اللي مش حاج اللي حاجة ده إن شاء الحمد لله، اللي مش حاج يحج باش محد يقولوا له يا حاج في محلته يبدأ حاج حق. في محلات، في مختارين محلات متوفيين وما زال عندهم مستحقات، تصور حتى بعد توفوا ما زالوا عندهم. احنا بعون الله حنصرفوا حتى مستحقات مختارين المحلات اللي وفاهم الأجل ونترحم عليهم. تم الاتفاق مع الأخوة في الوزارة على أساس التدمين بدل الاتصالات والتنقلات لمخاتير المحلات. تنقلاتكم واتصالاتكم هذه بعون الله مدفوعة بالكامل من خلال وزارة الحكم المحلي. تم ولله الحمد إقرار عهدة شهرية من البلديات اللي هم عمداء البلديات لمخاتير المحلات لمواجهة المصروفات الناتجة عن ممارستهم للمهام. يحتاج الشخص مرات حتى يجيه حد من الناس محتاج في شيء ولا محتاج في غيره، أقل حاجة حتى يساعد في علاج ولا في أكل ولا في شرب ولا في كذا. بعون الله حنزيدوها وحتوصل كل المخاتير إن شاء الله. يشهد القطاع العام في البلاد تأخراً في إيداع مرتبات الموظفين لديها لأكثر من شهرين متتاليين. وزارة المالية بدورها عزت أسباب التأخير إلى عمليات مطابقة إجراءات الموظفين بالوحدات الإدارية بعد قرار توحيد المرتبات الصادر عن مجلس الوزراء. للتوضيح أكثر لمعاناة المواطنين في بعض القطاعات بسبب تأخر مرتبات شهري أكتوبر ونوفمبر حتى الآن، كاميرا التناصح استطلعت آراء بعض المواطنين حول هذه الأزمة. متابعة. بدينا مديونين كل شهر بشهرة، نستنى غير يكمل الشهر باش الشهر الثاني نسجدوا به الشهر اللي سبقه. الأمر اللي خلى أن ما فيش حد حتى تقدر توفر أي شيء للأسرة، ديما تجري غير باش تسجد شهر بشهر. أكيد بتكون أمور صعبة في تأخر المرتب، عندك أولويات، عندك مواد غذائية بتاخدها، عندك أطفال بتوكلهم، تشري حليب، إسمالات، يعني أمور زي هذه يعني بتكون والواحد يحاول انه يشتغل خدمه ثانيه غير الشغل الحكومي باش يوفر على الموضوع، باش ما يكونش عنده مشكله في موضوع الغذاء والحاجات زي هي. وكلها بالديون ماشيه، عبال ما يوصلك مرتباتك تلقى روحك تسدد في ديونك اللي خذيتهم من الناس. الله غالب شو بالدين، ربي يكون في عون الشعب وخلاص. مرتبات شهر 10 ما نزلنش. يعني الناس تعبانه الحقيقه اللي قاعدين، يعني خاصه معتمدين على المرتبات الغالبيه العظمى. الناس تحرق، تمشي لسوق الذهب وتحرق في الشيكات. تحرق في الشيكات وحرام طبعا، لكن مضطرين يحرقوا. فياخذوا عليهم في نسبه ولما ينزل المرتب ما يلقوا في شيء. ما يلقوا في شيء لان حارقين. مرتبات شيكات معطيها من للتجار صرف مرتبه قبل، اذا الازمه مستمره. تأخير توا فيه جهات صرفوا لها وفي جهات لا. تو التعليم ممكن نتأخر وجهات ثانيه، لكن في بعض اي في وجهات صرفوا، لكن هذا اكيد حيسبب عائق على صاحب الاسره مسكين. ما توفيلي عنده دخل ثاني لكن اللي تولي عابر المعاش يعني إن شاء الله ربي يكون في عونه وخلاص. الكثير يتعامل بعملية الدين، هي الدين يعني يا اما اذا كان في يتسلف من صديقه او في اللي ياخذ على نقول احنا بعد دين في المحل معين، يعني عملية كلها تصبير. يعني انت تصبر بروحك تاخذ من زميلك مبلغ، اذا خاصه اللي عندهم اطفال ياخذ في مبالغ معينه
يستلف مبلغ معين ليقول الراجلين لنهايه الشهر او لن ينزل المعاش، بحيث انه هو يقدر يوفر المتطلبات الاساسيه الموجوده عندك. يعني بعد ما ينزل المعاش بعد شهر او شهرين تلقى روحك انت تولي من الصفر، وتعاود ان كل الفلوس المبالغ اللي جاتك كلها بتردها دين للناس وتدور العجله بالطريقه هذه. نظم اتحاد عمال مستودع الزاوية بشركة البريغا وقفة احتجاجية في اليومين الماضيين للمطالبة بتحسين ظروف العمل داخل المواقع النفطية التابعة للشركة. المحتجون طالبوا المسؤولين بالتدخل السريع لتلبية مطالبهم والتي من بينها حل أزمة الوقود بزيادة حصة محطات المنطقة الغربية وإنجاز المشاريع المتوقفة بمستودع الزاوية ووضع خطة طوارئ لتنفيذ أو لتفادي تكرار هذه الأزمات وتوفير متطلبات السلامة من ملابس وأحذية ومعدات تضمن أرواح العاملين بالمواقع. وما يبذله العاملون من عطاء. وفي ظل عدم أخذ حقوقهم نطالب رئيس الدكتور السيد فرحات بن قدارة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط التدخل العاجل لحل جميع مشاكل العاملين في شركة البريكة وشركة الزاوية وشركة مستودع شركة البريكة الزاوية. نأمل من الدكتور فرحات التدخل لحل هذه المشاكل والتي أثرت سلبا على العاملين في جميع مواقع الزاوية. نطالب بعودة الساعات الإضافية إلى جميع العاملين وخاصة العاملين في الأعمال الميدانية الشاقة. اثنين، المطالبة بالعلاوة الحقلية إسوة بالمجمع النفطي الشركات الموجودة بالمجمع النفطي. ثلاثة، نطالب فورا في وقت الشتاء القارس بالملابس والأحذية وجميع المعدات السلامة. أربعة، التفعيل الفوري لجميع المشاريع المتوقفة في مستودع الزاوية وخاصة. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع رحب بضيفي عبر استديوهاتنا من مدينة الزاوية السيد عبد المنعم بشينا رئيس اتحاد عمال شركة البريغا لتسويق النفط. سيد عبد المنعم أرحب بك عبر استديوهاتنا من الزاوية. السلام عليكم سيد صفاء. نعم أرحب بك سيد عبد المنعم. بداية يعني لو توضح لنا ما هي المشاكل والعوائق التي تواجه عملكم في مستودع الزاوية وما هي مطالبكم؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نشكر إذاعة تناصح على هذه الاستضافة الطيبة والوقوف مع حقوق العمال والتعبير الحر وبشأن التعبير ضرورة التعبير السلمي والاحتجاج والتظاهر الديمقراطي من أجل المطالبة بحقوق العمال. في البداية نظمت يوم الأربعاء الماضي وقفة احتجاجية في مستودع الزاوية وذلك للمطالبة بحقوق العمال وجهود المبذولة في توفير الوقود وجميع متطلبات الحياة من أجل إراحة المواطن الكريم. طبعا بعد مراسلات عديدة للجهات المختصة لجنة الإدارة لم نلقى أداة صاغية لتوفير هذه الاحتياجات ومراسلات، مما اضطر العمال في مستودع مواقع الزاوية بالتعبير والتظاهر السلمي بعد أخذ الموافقات الأمنية من الجهات المختصة. ونشكر في هذا الأثناء مديرية أمن الزاوية وحرس المشاط النفطية وكتيبة الإسناد الأمني على تعاونهم والتعبير العمال بتظاهر سلمي. طبعا كانت مطالب العمال من حقوق العمال وهي توفير الاحتياجات الضرورية للعامل كالتأمين الصحي للخارج، العلاوات الحقلية، الملابس ومعدات السلامة. وأيضا المشكلة التي نعاني منها في مدينة الزاوية المنطقة الجبلية والمنطقة الغربية هي البرنامج الوقود والنقص الحاد فيه وعدم إضافة
إضافة الكميات إلى المواطن الليبي الكريم. نعم، طيب برأيك يعني من هو المسؤول عن عن كل هذه المشاكل في البريغة سيد عبد المنعم؟ كصفتنا احنا منتخبين ومن اللجات التشريعية باتحاد العمال شركة البريغة واتحاد العام لقطاع النفط والغاز، نتبع جهة تشريعية منتخبة من الجهات الرسمية في الدولة الليبية. راسلنا لجنة الإدارة بعديد من الرسائل ولم نلقى دان صاغر لتدل لمطالب العمال، بل وحتى قمنا بمراسلات لموعد اجتماعات لنقل مشاكل العمال والجلوس مع لجنة الإدارة والأعضاء، ولكن دائما ما يوجد حجج وهروب من المسؤولية، مما وضعنا نحن كاتحاد عمال في شركة البريغة موضع اتهام في تقصير في حقوق العمال وواجباتهم، فاضطر العمال إلى وقفة احتجاجية سلمية للتعبير عن رأيهم بعد أخذ الموافقة الأمنية من الجهات الأمنية، ونشكرهم على هذه الموافقات. نعم. للتعبير السلمي. فنحمل المسؤولية كاتحاد عمال احنا لعدم التواصل لجنة إدارة وأعضائها بالتواصل مع الاتحاد العام لشركة البريغة وأعضاء الفرعيين، ولا نريد التصعيد بل نريد الحوار ونريد الوقوف على مشاكل العمال، وأيضا مشكلة نقص الوقود في منطقة الجبلية ومنطقة الغربية في ربوع ليبيا الحبيبة، وإن شاء الله نلقى دار صاغية. طبعا توجه في حال لم يتم التجاوب مع مطالبكم سيد عبد المنعم، ما هي الخطوة يعني القادمة التي من الممكن اتخاذها من قبلكم؟ نأمل من الله عز وجل الآن التواصل مع الدكتور السيد فرحات بنقدارة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط لنقل مشاكل العمال، وبإذن الله نلقى دار صاغية. أيضا وزارة النفط، الحكومة الوطنية والمجلس الرئاسي، حتى نجد الحلول والتوافق لمشاكل العمال الذين يبذلون الغالي والنفيس من أجل راحة المواطن الكريم. والحمد لله رب العالمين، شغل شركة البريغة أكثر من 50 عام، لم سواء زملائنا المتقاعدون أو المتوفين والحاليون لم يبخلوا على هذا الوطن العزيز. فنأمل من رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الدكتور فرحات بنقدارة النظر إلى مطالب العمال وحقوقهم، كما لا يفوتني نشكر رئيس اتحاد عمال النفط والغاز سعد دينار وأيضا السيد محمد مراجع على الوقوف مع العمال، وأيضا العمال الكادحين في جميع مواقع شركة البريغة أن على عملهم وتفانيهم في عملهم. ونشكر طبعا ثانيا وكرر التحية لداعي التناصح لإظهار صوت الحق والتعبير السلمي وجميع العاملين في هذه الدعوة بإذن الله. أشكرك جزيل الشكر سيد عبد المنعم شينا رئيس اتحاد عمال شركة البريغة لتسويق النفط، كنت معي عبر استديوهاتنا من بلدية الزاوية، شكرا جزيلا لك. لبدة الكبرى أو ليبتوس ماغنا كما عرفت قديما هي أجمل مدن الإمبراطورية الرومانية قديما، شيدها الفينيقيون وازدهرت في فترة حكم الإمبراطور سيبتيموس، أدرجتها اليونسكو ضمن قائمة التراث العالمي وعرفت كأجمل المدن الرومانية قديما. نتابع وإياكم تفاصيل أكثر عن هذه المدينة في فقرتنا التالية. Thank you.
ننتقل مشاهدينا الكرام لأهم نشاطات البلديات، حيث مع بدء موسم جني ثمار الزيتون التي تشتهر بها عدة مناطق في ليبيا منها مدينة طرهونة، تتزايد الشكاوى لعدد من المزارعين بسبب الإهمال الحكومي لهذا القطاع، حيث نشد المزارعون المسؤولين دعمهم ليتمكنوا من إنتاج محصول جيد، إضافة لتوفير المعدات لمحاربة الآفات. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير التالي. ما شاء الله تبارك الله. في مثل هذا الوقت من كل عام يبدأ موسم جني ثمار الزيتون، حيث ينطلق المزارعون في جني محاصيلهم التي يعتبرونها الأفضل خلال الأربع سنوات الماضية. عملية الجني تتطلب توفير معدات خاصة كالفرش والسلالم والصناديق والأكياس التي يتم فيها جمع المحصول، وهو ما يعني زيادة في التكاليف التي تجبر المزارع على رفع أسعار لتر زيت الزيتون. لجينا ثمار زيتون ونتمنى أن الدولة تساعدنا وتعطينا على الأقل فرش نشحو فيها وناخذ فيه 65 دينار، بالله العظيم 6 في 5 ناخذ فيه 65 دينار. المفروض في تشجيع بالدولة على الأقل وتساعدنا وتساعد المواطن الفلاح على الأقل حتى يتشجع شوية ويجني ثمار زيتونة بصحة وعافية وهنا، لكن الدولة ما فيش تشبح فينا ونخيطوا في شكاير بالشكارة تشبح فيها وخيطوا وكذا باش نجني ثمار الزيتون على الأقل حتى الإنسان يستفيد ويستفيد من الدولة تستفيد منها على الأقل أهل الفلاح. الدولة تدعم أهل المزارع بالجرارات وحفار الساق المفروض يجيبوا لها علاجها، المفروض تشبح فيه في الزيتونة كلها في حفار الساق باهي، لكن ما فيش عناية لها ولا دواء ولا سماد ولا حتى حاجة فيها شيء، فيش حتى حاجة لها، فيش أي واحد الدولة تشبح للمواطن ولا تشبح للفلاح ولا تشبح لأهل صاحب الحوازة، ما شيء ما تشبح لهاش. مجهودات قديش مسكين بياخذ ترطوري تاقل 75,000 ولا 60,000 بالله، قديش بياخذ المواطن قديش بيلتفت الزيتونة لما بيعربها بتبات له 25-30 جنيه الزيتونة، قديش الإنسان بيش وهي السنة ما فيش أمطار وما فيش واحدة أو تشبح فيه زيتون في اللي وارد وفي مش وارد. فمع كل موسم تتجدد مطالب المزارعين ومناشداتهم لوزارة الزراعة لتوفير المعدات وكل ما يلزم المزارع لدعمهم ومساعدتهم للخروج بموسم ومحصول جيد يغطي الطلب المتزايد على هذا المنتوج بالسوق المحلية. مشكلة الآفات التي تتعرض لها مزارع الزيتون وحاجتها لحملات تتكفل بها وزارة الزراعة تسبب في فقد المئات من أشجار الزيتون سنوية، وهو ما ينذر بخطر كبير يهدد مزارع الزيتون. حفار الساق هذا قضية على الزيتون بالكامل، ما فيش أنا هذا الزيتون شبح فيه شفرته كامل وناض من جديد وبرضه ولا لا حفار الساق. نطالب الجهات المختصة في هذا الموضوع لأن ديما ناشدوا فيهم به حفار الساق حفار الساق حفار الساق، وأنا بروح مشيت للزراعة ترونة كلمتهم عليه مهندسين غادي إمكانيات ما فيش دائما وأبدا إمكانيات ما فيش، ولكن سيقضي عليه محصول الزيتون نهائيا إذا كان استمر هذا الحال، حيقضي عليه الزيتون نهائيا ولا توجد زيت بكل يبدأ في بلاد بكل ومش هني يرى في كل المناطق الموجودة في ليبيا. يجب هذا توفر للدولة مجهود كبير لتقضي عليه، لأن مجهود المواطن الفردي لا، أنا بروحي مشيت لتونس بنجيب المبيد هذا، قال لي لا إذا كان الدولة مش كل معناها حتى البيض أنت حيرجع لك بعد ما تتم إبادة الحفار الساق، لأن حشرة طائرة تنتقل من زيتونة لزيتونة من جهة لجهة من منطقة إلى منطقة واصلة تو لنهاية مصراتها من غادي ومن هكي لا عند الزاوية موجود كل الحفار الساق. والناشد الجهات المختصة أنها تهتم بهالموضوع، لأن الزيت بعدين معاش فيه، معاش تلقى زيت، تولي لك كترة الزيت أغلى من برميل النفط اللي الآن موجود. لذلك نطالب الزراعة أنها تهتم به الموضوع هذا، تجيب المبيدات يا سيد تساعد المواطنين، تعطينا تدعمنا في هالأمور هذه. لكن لا حياة لمنتونات. افتقار المناطق لمعاصر زيت حكومية تتكفل بعصر الحبوب بأسعار مناسبة يعد سبباً آخر من أسباب ارتفاع سعر هذا المنتوج الذي تتوفر كل عناصره محلية، ولكن يفتقد فقط للإدارة والإرادة المحلية للاستفادة منه واستثماره ليكون مشروعاً اقتصادياً ومصدر دخل للعديد من الأسر في بلادنا.
نظم بمدينة مصراتة يوم السبت معرض بعنوان ذاكرة المدينة للتعريف بمعالم المدينة وإعلامها، والذي نظمه أحد أبناء المدينة وهو عبد الكريم أبو عليم، حيث ضم المعرض مجسما يحاكي مدينة مصراتة في مطلع السبعينيات من القرن الماضي ومجسما للمسجد العتيق بمصراتة. كما نوه صاحب المعرض إلى أهمية مثل هذه المعارض وضرورة تبنيها من قبل وزارة الثقافة والجهات المسؤولة. تشمل هذه الصور للمدينة القديمة ولبعض الشخصيات من المدينة من مدينة مصراتة، العلماء ومشايخ الطرق الصوفية والفقهاء والمدرسين والرياضيين، بالإضافة إلى صور إلى ضحايا الطائرة الليبية التي سقطت في سيناء في سنة 73، وأيضا صور لبعض ضحايا النظام السابق، كما يضم الكثير من الصور للفنانين الليبيين مصراتة وغيرها من المدن الليبية. طبعا المعرض طبعا استغرق الإعداد له حوالي عمل متواصل حوالي 8 أشهر، لكن هو بدأ العمل فيه يعني حوالي سنة 2018 بالنسبة للمجسمات، ولكن كانت على فترات متقطعة نظرا للصعوبات التي واجهتنا في تنفيذ المجسمات. انطلقت بمعرض طرابلس الدولي فعاليات معرض ليبيا للنفط والغاز والطاقات المتجددة برعاية وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط، وذلك بتنظيم شركة صخر لتنظيم المعارض والمؤتمرات. تفاصيل أكثر نتابعها في سياق هذا التقرير. بحضور عدد كبير من مسؤولي قطاع النفط والغاز بالبلاد، انطلقت بمعرض طرابلس الدولي فعاليات معرض ليبيا للنفط والغاز والطاقات المتجددة برعاية وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط وبتنظيم شركة صخر لتنظيم المعارض والمؤتمرات. نتمنى أن احنا نساهم ولو بقدر ما نستطيع في دعم اقتصاد هذا الوطن ودعم عجلة التحول والتطور. ما يكفينا الآن إن شاء الله هو الاستقرار من أجل النجاح ومن أجل التطور، وإن شاء الله من تقدم إلى تقدم. بارك الله فيكم. المعرض الذي استمرت فعالياته 3 أيام جاء لإبراز أحدث ما توصلت إليه صناعة النفط والتبادل التجاري والاكتشافات الجديدة للقطاع، بالإضافة إلى تكثيف التعاون بين الشركات المحلية والدولية والعاملة بالقطاع داخل البلاد، والتعريف بما وصلت إليه أعمال وبرامج الطاقات المتجددة التي تزخر بالاهتمام والمتابعة ومجال تطورها. والله الحمد لله، في اليوم طبعا أمس كان في إقبال، واليوم زاد الإقبال أكثر من شركات العاملة المنتجة والشركات الخدمية بصفة عامة، وكان معرض ممتاز الحق، ونشكر العاملين على المعرض والمنظمين، وكان التنظيم ممتاز الحق، ونشكركم على اللقاء. بارك الله فيكم، موفقين إن شاء الله. ويشارك في أعمال هذا المعرض أكثر من 65 شركة، منها 15 شركة أجنبية من دول مصر وتونس والجزائر وإيطاليا واليونان. ويرجي القائمون على هذا المعرض أن يزيد من رصيد الخبرة والكفاءة لدى الشركات الوطنية وموظفيها بالقطاع. انطلق الثلاثاء ملتقى شركات التأمين في ليبيا في دورتها 3. الملتقى كان بحضور عدد من الشركات الدولية والوطنية وعدد من المنظمات العربية، إضافة لحضور عدد من وزراء حكومة الوحدة الوطنية. المزيد من التفاصيل نتابعها في هذا التقرير. انطلقت الثلاثاء فعاليات ملتقى ليبيا الدولي للتأمين تحت عنوان الطريق نحو تطوير قطاع التأمين في ليبيا في دورته 3. الملتقى كان بحضور عدد من المهنيين والمتخصصين في مجال صناعة التأمين على المستوى المحلي والدولي. كما حضر الملتقى وزراء الاقتصاد والنفط والغاز ووزير التربية والتعليم، بالإضافة إلى حضور ومشاركة أمين عام للاتحاد العام العربي للتأمين. افتتح الملتقى بكلمات للجهات والشركات المشاركة، وتم فيه عرض الأعمال والفعاليات التي تسهم في تعزيز صناعة التأمين، وتم التأكيد فيه على أهمية نشر ثقافة التأمين بين كافة أوساط المجتمع
احنا بفضل الله النهارده انطلقت فعاليات الدوره الثالثه اللي كان فيها تغيير كبير في استراتيجيه الملتقى عن الدوره الاولى والثانيه. فهذه الدوره تم اعتماد استراتيجيه التعاون مع المدارس العلميه الدوليه والمؤسسات النظيره في مجال التامين او مجال صناعه التامين العربي. ففي تمثيل رسمي عن طريق الاتحاد العام العربي عن طريق مشاركه الامين العام للاتحاد العربي في اكثر من محاضر من المدرسه العلميه المصريه، المدرسة العلمية السودانية، المدرسة التونسية. ففي تنوع كبير في الدورة الثالثة، ويعني الهدف كله هو عملية الخروج بمخرجات يعني تكون منطلقة من تجارب الآخرين وحلول نتيجة من البيئة المحلية لتطوير صناعة وقطاع التأمين في ليبيا. فنسأل الله جل التوفيق والسداد. طبعا نشكر كل القائمين أو كل اللي شاركونا في الدورة دي، بداية من المؤسسات الرسمية سواء هيئة الإشراف على التأمين أو الاتحاد الليبي لتبنيهم وإشرافهم على تنفيذ الملتقى، ومن ثم الشركات الراعية اللي تعاونت معنا في دعم الملتقى. طبعا الحمد لله برضو يعني النهاردة في تمثيل رسمي من الحكومة بشكل عام في وجودهم وشرفونا النهاردة، وده يدي دفعة قوية للقائمين على الملتقى لتطوير. فنسأل الله جل السداد أن تكون مخرجاته فعلا بنفس القيمة. كما شهد الملتقى مشاركة عدد من شركات التأمين الوطنية في خطوة لتبادل الخبرات والمعلومات بين الشركات المشاركة. الافتتاح تلاه جلسات حوارية تمحورت حول الملفات المتعلقة بنشاط التأمين التكافلي، والتي تضم عدة مواضيع منها الفائض التأميني ومعايير التوزيع والتحديات التي تواجه لجان الرقابة الشرعية بشركات التأمين والخلفيات التاريخية للتأمين التكافلي. يعقد هذا الملتقى في اليوم ملتقى ليبيا دولي للتأمين للحديث أو لتقديم مجموعة من الورقات تتعلق بالتأمين التكافلي والتأمين التجاري. لدينا من بين الموضوعات اللي سيتم التركيز عليها موضوع التأمين الصحي باعتباره أحد أهم التغطيات اللي تهم جميع المواطنين الليبيين. الحقيقة هذا الملتقى وهو في دورته الثالثة وللمرة الأولى نتشرف بحضور 3 وزراء لهذا الملتقى، وهم وزير الاقتصاد والتجارة، وزير النفط والغاز، وزير التربية والتعليم. أيضا حضور عربي خلال تواجد أمين عام الاتحاد العام العربي للتأمين ومدير عام الجامعة التونسية لشركات التأمين، وأيضا حضور نخبة من الأساتذة والمختصين الذين سيساهمون بتقديم ورقات في هذا الملتقى سواء عن التأمين التكافلي أو التأمين الصحي. صرحت عضو المجلس البلدي ببلدية الزاوية منيرة هويسة أن المجلس يسعى لتوسيع العمل على مشروع تنمية المرأة الريفية والذي يهدف لتدريب النساء في المجالات الحرفية، كما يهدف المشروع لإتاحة فرص عمل لهن وإدماجهن في سوق العمل. وأضافت هويسة للتناصح أن المجلس حرص على إنشاء مراكز للتدريب ويسعى للترويج للمنتجات الليبية في الداخل. ما زال إن شاء الله بإذن الله حيكون عندنا مفاجآت كبيرة من ناحية العطاء في هذا المجال. أنا في الأسبوع الماضي كنت في ورشة عمل في طرابلس، فلقيت أن العديد من البلديات يتكلموا على إنشاء مراكز تدريب، إنشاء مراكز تدريب. ما زالوا أو بادين في موضوع الحرفية والتفصيل خياطة التطريز، إحنا الحمد لله فتناها المرحلة هذه. حاليا البلدية تشتغل على موضوع كبير وهو إقامة معرض شامل من فترة حوالي 6 شهور. إحنا نشتغلوا على إقامة معرض شامل على مستوى المنطقة الغربية. زي ما تقول إحنا نبغى نعزز الثقة بالصناعة المحلية. نعرف أن عندنا العديد من الصناعات المحلية تصدر خارج الدولة للدول المجاورة، ولكن هي المفروض تغطي السوق الليبي. إحنا يطلعوها برا، والبديل إن هم يجيبوا في بضاعة بديلة من الدول الثانية. حيكون لنا لقاء أو لقاءات في الاجتماعات القادمة إن شاء الله في برنامج الترتيب للمعرض. ختام أخبار بلديات، شكرا لكم أعزائي المشاهدين على طيب وكرم المتابعة. حتى الملتقى، دمتم في أمان الله.